أهلا بكم من جديد. قضت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على بهي الدين حسن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في اتهامه بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة، جاء ذلك على ذمة القضية رقم 5370 لسنة 2020 جنايات الدقي. وواجهت النيابة لبهي الدين حسن تهمة إنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وإذاعة وبث أخبار كاذبة والتحريض على العنف وإهانة السلطة القضائية، ما أثار موجة كبيرة من التضامن على المستوى المحلي والدولي. تعالوا نشاهد التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. تنديد حقوقي واسع بالحكم بسجن المدافع البارز عن حقوق الإنسان بهي الدين حسن ل15 عاما. الحكم الذي صدر غيابيا جاء بسبب تهم تتعلق بإهانة القضاء ونشر أخبار كاذبة من خلال تصريحاته التي يهاجم فيها ممارسات النظام المصري. وعلق حسن على الحكم الصادر من محكمة تختص بقضايا الإرهاب بأن على القضاء التحرر من تبعية الأجهزة الأمنية وأن استقلال القضاء كان أحد أهداف مسيرته الحقوقية. محليا ندد مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالحكم ووصفه بأنه استند على اتهامات كيدية زائفة وبأنه خطوة تصعيدية ضد مؤسسه. أما دوليا فقد هاجمت منظمات حقوقية الحكم منها العفو الدولية، حيث قال مدير برنامج الشرق الأوسط بالمنظمة إن السلطات المصرية أكدت عدم تسامحها مع الآراء المعارضة وإن الحكم يعتبر استهزاء بالعدالة، كما أن الأدلة التي استخدمت ضد حسن كانت مجرد تغريدات على تويتر يطالب فيها بالعدالة في قضية ريجيني. ويعتبر بهي الدين حسن من رواد الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر منذ عقود. وفي عام 2014 غادر حسن إلى جنيف عقب تدهور الوضع الحقوقي ببلده، وبعدها بعامين صدر بحقه حكم غيابي بحظر السفر وتجميد أصول مالية ضمن القضية التي عرفت باسم قضية التمويل الأجنبي، والتي حكم فيها ما لا يقل عن 31 من الحقوقيين ونشطاء. وفي سبتمبر العام الماضي حكم على بهي غيابيا بالسجن ل3 سنوات بنفس التهمة الأخيرة وهي إهانة القضاء، في تكرار للأحكام والتهديدات المستمرة بحق معارضي الداخل والخارج. وينضم إلينا من باريس الحقوقي بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. في البداية طبعا أهلا بحضرتك معايا أستاذ بهي، ويعني خليني أكلم حضرتك في البداية عن الحكم 15 سنة، يعني أحب أكيد أنا والسادة المشاهدين نعرف رد فعل حضرتك على هذا الحكم، خاصة أنه هو بيجي بعد أقل من سنة من حكم مشابه في تهم مشابهة يعني بالسجن 3 سنوات. شكرا جزيلا سلمى وللتلفزيون العربي. أنا الحقيقة عايز أود أن أنتهز المناسبة دي في البداية لأشكر كل من تضامنوا ضد هذا الحكم البائس الذي صدر ضدي. أنا بعتبر أن كل أشكال وأطراف التي تضامنت سواء في مصر أو في الدول العربية أو في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، سواء إذا كانت أطراف شعبية مدنية أو أطراف دولية، أنا بعتبر ده ليس تضامنا مع شخصي ولكنه تضامن مع حقوق المصريين ومع حقهم في أن يتمتعوا بالحد الأدنى الضروري من الحرية مثلهم مثل باقي شعوب العالم. استقبالي للحكم يعني ربما اندهشت يعني قليلا بسبب المدة المحكوم بها وهي يعني 15 عاما، ولكن لم يكن يخالجني شك في أنه في هذه القضية أيضا سيصدر حكم قضائي بحقي، برغم أنه
بدء التحقيقات في هذه القضية بدأ في يوليو 2018، أي قبل الحكم الذي صدر في القضية السابقة الذي صدر في 19 سبتمبر 2019، أي أن القضاء كان يعني يتحرك في مسارين متوازين للتحقيق مع نفس الشخص ولإدانة نفس الشخص ولعقاب نفس الشخص بنفس التهمة. وهذا في حد ذاته أوضح دليل على مدى هيمنة النزعة الانتقامية على الأجهزة الأمنية التي تتسطر بوجهات قضائية وتستعملها لحسابها الخاص. طيب دكتور بهي، الحقيقة عندي يعني سؤالين، يعني عندي تعليق على تعليق حضرتك على أن الأجهزة الأمنية بتستخدم وبتتصدر أو بتستخدم الجهات القضائية لحسابها الخاص، وده تعليق حضرتك مش أول مرة تقوله، الحقيقة حضرتك ذكرته قبل كده. يعني سؤالي، هل ده كان وضع موجود في العصور السابقة؟ حضرتك يعني مدافع عن حقوق الإنسان من عشرات السنين، هل الوضع ده مستمر من عشرات السنين ولا ده جديد في السنوات الأخيرة فقط؟ الأجهزة الأمنية كان دائما منذ يوليو 52 لها دور مؤثر للغاية في النظام القضائي، ولكن يعني بعد 52 أخذ فترة طويلة مع عبد الناصر، واضطر أن يجري مذبحة للقضاء في 1968 لكي يطوع القضاء الذي كان يتمتع باستقلال كبير قبل 1952. تواصل الأمر في ظل حكم أنور السادات وحكم حسني مبارك، ولكن لا يمكن القول أنه في عهد السادات أو حتى في عهد عبد الناصر ومبارك أنه كانت هناك هيمنة. التعبير الذي استخدمته وأستخدمه دائما هيمنة الأجهزة الأمنية على المؤسسة القضائية، لم تكن هيمنة، كان هناك تأثير وتدخل كبير في العمل القضائي، ولذلك كنا كحقوقيين إلى جانب أطياف أخرى من المصريين من السياسيين والأكاديميين والصحفيين كتفا بكتف مع عدد من أعظم وأنبل القضاء، كنا ندافع عن استقلال القضاء. ولكن ما بدأ يحدث مع القضاء بدءا الحقيقة من تولي المجلس العسكري السلطة في 12 فبراير 2011، ثم أكثر وأكثر بعد انقلاب 3 يوليو، فإنه الأجهزة الأمنية صارت تهيمن على المؤسسة القضائية. التعديلات الدستورية الأخيرة التي أجراها عبد الفتاح السيسي هي من ناحية الفعلية تحول المؤسسة القضائية إلى يعني جزء من ديوان رئيس الجمهورية، وتمنحه هيمنة كاملة على المؤسسة القضائية، تعيينات رؤساء المحاكم والتحكم في الأمور المالية والقضاء. ولذلك نرى المهازل التي نراها للأسف الشديد كل يوم في العملية الممارسات القضائية. للأسف الشديد القضاء والنيابة في مصر الآن التي يفترض أن دورها هو الدفاع عن المجتمع، حماية الضحايا، النيابة العامة والقضاء دور الفعلي الذي يمارسه في السنوات الأخيرة وبشكل خاص في منذ إعادة الانتخاب البائس للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد أن وضع كل منافسيه في السجن أو هددهم، فإنه منذ إعادة انتخابه فإنه القضاء يحاكم الضحايا ويحاكم ويعتقل المحامين الذين يدافعون عن القضايا، ويحاكم الحقوقيين الذين يدافعون عن الضحايا
مثلما حدث في حالتي وحدث في حالات أخرى. ومع ذلك أنا بعتبر نفسي رغم الحكم ب 18 عام، 15 زائد 3، أنا بعتبر نفسي محظوظ، لأنه في اللحظة اللي تلقيت فيها نبأ الحكم ب 15 عام، أول شخص يعني تبادر إلى ذهني هو الدكتور مصطفى النجار. الدكتور مصطفى النجار اتهم بإهانة القضاء، رغم أنه كان يقول تعليقه أو نقده وهو نائب في البرلمان وداخل البرلمان. وبعد اتهامه وإدانته بإهانة القضاء اختفى تماما. والله ربنا يعلم هل ما زال على قيد الحياة أم لا. لذلك أنا لا أريد أن أنا حقوقي لا أريد أن أتحدث عن نفسي، ولكن دوري هو الدفاع عن الآخرين. علينا أن نتذكر في هذه اللحظة بالذات ما حدث للدكتور مصطفى النجار مجرد مثال، هناك آخرين في السجن بسبب ما يسمى بإهانة القضاء، رغم أن القضاء كمؤسسة من الناحية الفعلية لم تعد موجودة. ما هو موجود حاليا هي واجهة الأجهزة الأمنية والخيوط التي يديرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بأصابعه من خلال ديوان ورئاسة الجمهورية ومساعديه في طب أستاذ ديوان. بهي، يعني خليني برضو أنقل لحضرتك وجهة النظر الأخرى، ويمكن عبر عنها المستشار محمد سعيد الشربيني. أكيد حضرتك تابعت ديباجة حيثيات الحكم على حضرتك، وهو في جزء منها يعني قال فيما معناه أن يعني الاستقواء بالخارج والاستخدام منصات الخارج لتشويه سمعة مصر، واتهم كل من يتحدث يعني عن مصر ويستقوى، وفي من وجهة نظره يعني يتعامل مع مؤسسات ومنظمات أجنبية بأنه هو بيستقوي بالخارج واعتبرها خيانة عظمى. الحقيقة أن مش المستشار فقط اللي بيتبنى وجهة النظر دي، لا، بنشوف فعلا وجهة نظر ناس موجودة حتى أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي حضرتك بتقراهم، بيقولوا الاستقواء بالخارج والتعامل مع المنظمات الخارجية ومع شخصيات الدولية ويعتبر تشويه سمعة مصر وخيانة مصر. إيه رأي حضرتك فندم؟ يعني أنا ممنون ليك يا سلمى إنك أنت استدعيتي بيان هذا الشخص الذي يقدم للرأي العام باعتباره قاضي، لأنه في حقيقة الأمر ما قاله هو بيان ليس له أساس في ملف القضية. أنا قرأت ملف القضية، ومستشارين ومساعدين قانونيين قرأوا ودرسوا ملف القضية قبل أن يصدر الحكم، وليس في هذا الملف أي شيء مما قال به القاضي، مما يدل على أنه هذا بيان طلب منه أن يقوله لوسائل الإعلام التي تديرها نفس الأصابع التي تدير القضاء والجهاز القضائي في مصر في هذه اللحظة. كل الكلمات اللي حضرتك قلتيها الآن ليس لها ذكر ولا كلمة واحدة في ملف القضية. كل الاتهامات التي زعمها ليس لها وجود أو أثر في ملف القضية، وهذا يؤكد ما قلته في البداية، ولذلك أشكرك إنك أنت استدعيتي ذلك. مسألة الاستقامة الخارج زي ما حضرتك قلتي إن ده بيردده يعني الأصابع الإعلامية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأجهزته الأمنية، أو للحقوقيين وغير الحقوقيين، وحول صحفيين وأكاديميين وسياسيين. كل من ينتقد عبد الفتاح السيسي بيتهم بذلك. ولكن أريد أن أوضح إن بالنسبة للحقوقيين الآليات، هناك شيء اسمه الآليات الدولية لحقوق الإنسان في العمل الحقوقي، وهذا
ما تنص عليه اتفاقيات الأمم المتحدة. هذه الاتفاقيات مصدقة عليها الحكومة المصرية. إذا كان حكومة عبد الفتاح السيسي ترفض الالتزام باتفاقيات اتفاقيات الأمم المتحدة، عليها أن تنسحب من هذه الاتفاقيات وتعلن انسحابها من مجلس حقوق الإنسان ومن الأمم المتحدة. ولكن هذه الاتفاقيات يفترض أنها ملزمة لها، بل إن الحكومة المصرية تتاجر كل يوم في المجتمع الدولي بشكل خاص بأنها تحترم حقوق الإنسان، فهي تحترم في الكلام، ولكن في الفعل من يعمل وفق لهذه الآلات الدولية يتهم زورا بالاستقواء بالخارج. طب أستاذ بهي، طيب يعني يعني المصريين اتفضلي سؤال اتفضلي. أخير، عشان مش عايزة الوقت ينتهي من غير ما أسأل حضرتك عن المستقبل، وإحنا مقبلين على انتخابات نيابية قريبة، هل بتتوقع أن يحصل انفراجة في الحياة السياسية مع الانتخابات النيابية في رأيك؟ من الصعب اعتبار ما يحدث في مصر انتخابات، وأنا أشرت منذ قليل إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت منذ عامين، التي كانت فضيحة لم تحدث منذ 52. نعرف أن الرئيس عبد الناصر كان ينجح بنسبة 99% في انتخابات بدون منافس، ولكن ما حدث مع عبد الفتاح السيسي ليس له مثيل ولا نظير. أن يعني يحتجز أحد المرشحين أو الذين كانوا يعتزموا الترشيح، الفريق أحمد شفيق، في منزله بعد اختطافه أو بعد ترحيله من الإمارات، أن يجري القبض والحكم بالسجن على مرشح آخر أعلن اعتزام الترشح اللي هو العقيد أحمد قنصوة، ثم رئيس أركان الحرب السابق الفريق سامي عنان، هذه مهزلة. ثم يطلب من أحد أنصاره أن يترشح لينافي يعني ليجروا مسرحية الانتخابات أمام الرأي العام، لأنه المرشحين الآخرين اضطروا للانسحاب من هذه المهزلة. ما جرى في انتخابات مجلس الشيوخ لا يختلف كثيرا، ولذلك يعني امتناع 54 مليون مصري عن المشاركة، هذا مؤشر مهم. العدد الحقيقي من المؤكد أنه أكبر من ذلك بكثير، عدد الممتنعين. فمجلس النواب لا أتوقع أن الحال سيختلف كثيرا عما حدث في مجلس الشيوخ. للأسف الشديد الانتخابات في مصر هي مسرحيات لتسويق صورة معينة للمجتمع الدولي، بدل ما يعني ما يكون الوجه الدكتاتوري الدموي الفظ بدون أي رتوش تجميلية، فإن الانتخابات والبرلمان الذي شاهدناه وعرفناه يستخدم فقط ل يعني محاولة التجمل لا أكثر من ذلك. لا أتوقع والله الحكومة الأيام في اللي مصر جاية، ليس هتورينا كتير عن الأحداث. المطلوب في مصر ليس عمليات تجميل. بنشكرك، كنت المطلوب معنا. ليس عمليات تجميل، ولكن انفتاح حقيقي. بنتمنى والله يا أستاذ بهي، بنشكرك، كنت معنا من باريس الحقوقي بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. شرفتنا يا أستاذ بهي، شكرا لوجودك معنا. شكرا لمتابعتكم، ليلتكم سعيدة وكونوا سالمين.